إلى خبر آخر، نبدأ من أخبار تسمم الأطفال اللي كتر اليومين دول في المدارس، واللي يعني بقينا تقريبا كل يومين كده بنقول خبر في هذا الخصوص. النهاردة وزارة الصحة أعلنت عن إصابة 312 تلميذ بأعراض التسمم الغذائي في محافظات السويس وأسوان والقاهرة، تم نقلهم إلى المستشفيات لإسعافهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم. الوزارة شايفة أن تكرار حوادث الاشتباه بتسمم غذائي في المدارس خلال الفترة الماضية، شايفة الوزارة أمر مش طبيعي، وأنه يقف خلف هذا الأمر محركون. ده اللي قالته الوزارة النهاردة، خاصة أنه بعد تحليل العينات في تلك المدارس بتكون جميع نتائج العينات سلبية، وبيخرج جميع الأطفال من المستشفيات بعد وصولهم بساعتين، بالإضافة إلى عدم حدوث أي حالات قيء لهؤلاء الأطفال في المستشفيات. احنا شايفين هذه الصور أعتقد من أسوان، في صور جات لنا من أسوان. معنا للمزيد من التفاصيل الدكتور عمرو أنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة من أسوان. دكتور عمرو، معايا الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة. أهلا وسهلا فندم. مساء الخير دكتور إيهاب. مساء الخير زعم. أهلا وسهلا. أنا بحضرتك يا فندم، يعني أنا عايز أبدأ مع حضرتك من البيان اللي إحنا قلناه في وزارة الصحة، اللي شايفة إن تكرار هذه الحوادث أمر غير طبيعي ويقف خلفه محركون، عاوزين توضيح أكتر دكتور إيهاب. والحقيقه يا فندم احنا يعني بيان وزاره الصحه هو بيركز على الاعداد طبعا اللي احنا بنتعامل معاها اكثر، والحالات وشتى الحالات اللي احنا بنجيها، واللي غالبا في الاخر يعني احنا بنصطدم دايما. يعني انا اتكلم على اسوان بس مثلا، او المنطقه بتاعت اسوان اللي انا واقع فيها مثلا، احنا النهارده اتبلغنا باصابات اطفال في احدى المدارس، مدرسه في منطقه كومومبو تبع اداره كومومبو التعليميه. انتقلنا على الفور ليها، وطبعا الحالات ابتدت تزيد مع التوالي. احنا كنا ابتدينا بسبع حالات، لقينا فجاه الحالات ابتدت تزيد مع التوالي على التوالي بشكل كبير جدا. لكن الغريب في الامر ان دايما الحالات دي كلها بتبقى كلها عباره عن مغص القيء. احنا يعني في المستشفيات على الاقل ما كانش في قيء لاي حاله. احنا اعداد النهارده اللي دخلت مستشفيات اسوان حوالي 208 حاله. الحمد لله كل الحالات دي خرجت بسلامه، ما عنديش حالات محجوزه في المستشفى الحمد لله. الموضوع كله ابتدى حوالي الساعه 12 الظهر، وعلى الساعه 5 او 4 ونص من 5 كان الموضوع كل الطلبه انتهى. تكرار الحالات دي يمكن بيان وزاره الصحه بياكد ان دايما يعني احنا شفنا حالات الاسبوع اللي فات برضو في منطقه اسمها كيال في إدفو، كان حوالي 16 طفل. 16 طفل تم برضه ان هم مجرد ما دخلوا المستشفى، دخلوا المستشفى في حدود الساعه 12 ونص، مستشفى ادفو، خرجوا منها في حدود الساعه 2 كلهم. لكن طبعا احنا مجرد ما بنسمع عن حالات زي كده، احنا اول حاجه بنعملها ان احنا بناخد عينات من المواد الغذائيه اللي في المدرسه اللي تم توزيعها على الطلبه. بنعمل تقاص، بناخد عينات من المياه كمان اللي موجوده في المدارس، بناخد عينات من مخازن الموردين للاغذيه دي في المدارس. العينات دي طبعا بتتحلل. العينات اللي كانت في ادفو اتحللت كلها، وكلها طلعت سلبيه. واتصور ده اللي سلبيه يعني بمعنى ان هي ما فيهاش حاجه مضره للصحه او حاجه غير مطابقه للمواصفات. واتصور ان ده كان في مختلف المحافظات الاخرى يعني. يمكن هو ده اللي يمكن خلى البيان الوزاره يبقى خارج بهذا المنطوق يعني. طيب عايزين برضو ناكد يا دكتور على مساله انه ما فيش دلوقتي اي تلميذ داخل المستشفى. لا لا، الحمد لله احنا في مستشفيات اسوان ال 208 حاله النهارده اللي تم توقيع الكشف الطبي عليهم، خرجوا كلهم مجرد بس اجراءات اوليه.
بدون تدخل اي شكل صعب، يعني عباره عن تناول بعض الادويه والمخاليل ومراجعه والتاكد منهم. يمكن حطيناهم تحت الملاحظه بس فترات من ساعتين لثلاث ساعات عشان نتاكد ان الحالات كلها مستقره، والحمد لله كلهم خرجوا وما عندناش اي حالات موجوده في اسوان حاليا. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور ايهاب حنفي، وكيل وزاره الصحه في اسوان.